خارج نطاق التغطية. خارج نطاق التغطية فقرة إخبارية نسلط فيها الأضواء على قضايا محلية ونعيدها إلى واجهة الاهتمام إعلاميا. في مثل هذا اليوم من العام الماضي سقطت الموصل في أيدي تنظيم داعش. هذا الحدث الذي نعود إليه اليوم لنتساءل من المسؤول ولماذا تأخر تحرير هذه المدينة وما هي ميزاتها الاستراتيجية. كل هذه الأسئلة بعض من بداية الأجوبة عنها في هذا الريبورتاج الذي وافتنا به من بغداد مراسلة مونتي كارلو الدولية أمل صقر. أمر له 41 في القرية 10، هو طانا أمر بالانسحاب. والله كيف ما افتهم؟ هي خيانة، شو يسمونه؟ شو تصير الخيانة بالعام؟ لا قائد موجود، لا واحد مسؤول علينا. يابا وين نروح؟ ماكو، داعش طبوك، داعش شنو بليلة ويوم يسقط الموصل. مجموعة من الجنود يتحدثون عن خيانة قياداتهم في الجيش العراقي وإعطائهم أمرا بالانسحاب من مدينة الموصل، مما أدى إلى سيطرة تنظيم داعش عليها دون مقاومة تذكر. وكان ذلك في 10 من حزيران يونيو من العام الماضي، أي قبل عام من الآن، لتتوالى بعدها عمليات التهجير والقتل وتفجير المراقد الدينية والمتاحف وتجريف المدن الأثرية. اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان العراقي للتحقيق في سقوط الموصل خلص تقريرها النهائي إلى عدة نقاط، أبرزها تورط عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين من ضمنهم رئيس الوزراء العراقي السابق والقائد العام للقوات المسلحة في حينها نور المالكي. ومن المقرر أن يتم طرح التقرير للنقاش داخل مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وفقا لما ذكره لنا عضو اللجنة التحقيقية حنين القدو. سقوط مدينة الموصل يعزى بشكل أساسي إلى أسباب سياسية وأيضا إخفاقات أمنية كبيرة، وكذلك فساد المالي والإداري الذي كان مستشرا في مفاصل قوات الأجهزة الأمنية المختلفة التي كانت متواجدة في محافظة نينوى. ولم يبدي العديد من الخبراء العسكريين تفاؤلا أزاء تحرك الحكومة العراقية نحو تحرير مدينة الموصل التي يحكم تنظيم داعش قبضته عليها، لأنها معقل دولتهم ومقرا أساسي لانطلاق العديد من عمليات التنظيم داخل العراق، لذلك فإن داعش لن يتخلى عنها بسهولة، كما يقول الخبير العسكري دكتور معتز محيي. مدينة الموصل منطقة كبيرة جدا، تختلف عن تكريت وتختلف عن مادية، تختلف عن مدينة أخرى. هنالك اهتمام كبير جدا من داعش لحفر الأنفاق، كذلك السواتر الترابية، وأعتقد تشتغل حتى موضوع المياه إذا القوات العراقية بدأت بالهجوم، وهذا هو ما سوف يربك العمليات العسكرية. وأزاء وضع كهذا لم يجد بعض السياسيين السنة منفذا لتحرير الموصل سوى تشكيل فرق قتالية شعبية تحمل اسم الحشد الوطني والاعتماد على الدعم الخارجي لتمويلها، وهي خطوة لاقت تأييدا من الولايات المتحدة الأمريكية التي وجدت أن تسليح السنة أمرا ضروري ليتولوا تحرير مناطقهم. وبطبيعة الحال رفضت الحكومة العراقية ذلك وعدته خروجا عن سلطة الدولة، الأمر الذي يجعل قضية تحرير الموصل سياسية أكثر من كونها عسكرية. من بغداد، أمل صقر، مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية في الموصل، معكم حول الحدث 88.1 FM. نشكر أمل صقر مراسلتنا من بغداد التي وافتنا بهذا التقرير والذي تشير فيه بأن سقوط الموصل هو قضية سياسية وأن تحريره أيضا قضية سياسية. للإشارة لقد فتحت باب التعليق على صفحة معكم حول الحدث على فيسبوك وعلى صفحة الشخصية رمتان عويطية لمن يود المشاركة بتعليقه أو بكتابة تعليق أو استفسار على مواقع التواصل الاجتماعي. نرحب معنا من في ألمانيا أظن السيد يوسف محرم، الناشط وممثل تجمع الشبك الديمقراطي في أوروبا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم سمعين راديو كارلو الدولي. أهلا بك. أنت من يعني تنتمي إلى خلينا نقول هذه الأقليات التي عادت
معنا بها لأول مرة. هذا هي الحال بالنسبة لأقلية الشبك التي كانت يعني رحلت من أراضيها كنتيجة من نتائج سقوط الموصل. بعد عام من سقوط الموصل، كيف يعني تعبر لنا عن المشهد اليوم في المنطقة؟ طبعا بعد مرور سنة من ذكرى أليمة التي والفاجعة أليمة التي تعرض لها أبناء الأقليات بشكل عام، منهم الشبك واليزيدية والمسيحيين والكاكي والتركمان، اليوم حوالي أكثر من 3 ملايين مهجر ونازح موجودين في داخل العراق بسبب هذا الانهيار الأمني الكبير، وكذلك التخندق الطائفي والصراع السياسي الداخلي في العراق. اليوم أحوال المهجرين الشبك داخل العراق مأساوية جدا، لا وجود أي تحسن. هناك نوع من الحكومي وكذلك الفساد الإداري بخصوص تقديم الرعاية والخدمات والتعليم لهؤلاء المهجرين. رغم ذلك هناك كثير من المضايقات تعرض لها أبناء أقلية الشبك في محافظات وسط وجنوب العراق من أجل إرغامهم ترك هذه المحافظات ونزوح إلى مناطق أخرى جديدة، وهذا دليل على أيضا على أنه هناك وجود تقصير آخر يهدد هذه النزوح، هي تهديد السلم الأهلي كما نعتقد، وهذه أيضا نتيجة صراعات سياسية قد تولد هذه النتائج. شكرا جزيلا لك إذن يوسف محرم، الناشط وممثل تجمع الشبك الديمقراطي في أوروبا. ونربط الاتصال من النجف بسيد محمد الحسيني، ناشط في المجتمع المدني. أهلا وسهلا. ألو. الله وتحية لك ولضيوفك المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. كنا تحدثنا العام الماضي في بعد سقوط الموصل وتساءلنا عن المسؤوليات، برأيك، وهذا هو السؤال الذي طرحناه على صفحة معكم حول الحدث عن على فيسبوك، من هو المسؤول حول عن سقوط النجف، بل عفوا بعيد الشر، عن سقوط الموصل؟ حقيقة السلام عليكم. كما ذكرت العام الماضي ما بين نعيشنا ذكرى غزوة سقوط الموصل عن أكثر محافظة في العراق ولا أهمية استراتيجية، وتعرفين ذلك جرى السقوط ما بين سدة حزيران وعشمان. الخط رديء جدا يا سيدي الكريم، الخط رديء جدا، لا نكاد نسمعك. سقوط المدينة كان في 10 من حزيران، هناك أدت إلى سقوط هذه المدينة، منها سياسية ومنها عسكرية ومنها ما يتعلق بالحكومة المحلية في الموصل، ومنها ما يتعلق أيضا بالأهالي وموقفهم من الحكومة ومن الجيش. تسمعين؟ نعم نسمع دا. نسمع واصل. فهناك ما يتعلق برئيس الوزراء السابق كونه كان قائد عام للقوات المسلحة وقائد عمليات المكلفة بحماية الموصل آنذاك، وجملة من القادة الأمنيين. اليوم هناك لجنة في البرلمان تعقب في أسباب الحقيقية لسقوط الموصل. الأهالي بعض منهم كانوا على شكل حواضن لهذا التنظيم الإرهابي، وأيضا بعض السياسيين ومنها الحكومة المحلية. أما بالنسبة لتأخر العمليات العسكرية وتحرير المدينة فهذا يرجع لأمور سياسي وايضا استعدادات عسكريه، لان كما تعرفين كثير من المناطق سقطت بيد هذا التنظيم غير محافظه داعش، محافظه الموصل عفوا. نعم، في هذه يعني النقطه تحدثت، معلش حتى نتناقش في هذه النقطه، ساسالك سؤالا قبل ان اذهب الى ضيف الاخر الزميل عدي. نعم. من العراق. في هذه النقطه تحدثت. نعم. عن الحاضنه الشعبيه لداعش، لكن البعض يقول في هذا الصدد بأن سياسة التمييز والتطرف والطائفية التي انتهجتها حكومة نوري المالكي على مدى أكثر من عشرية كاملة هي المسؤولة في توجه هؤلاء إلى من هو غير الحكومة العراقية. ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا في حقيقة رأيي الشخصي أن الديمقراطية التي مارستها حكومة السيد
أهالي الموصل وبعض المناطق حرية الاعتصام والتظاهر التي في ظاهرها اعتصام لكن في باطنها هي حواضن وتأسيس خلايا إرهابية تمكنت فيما بعد من السيطرة على المدينة بشكل كامل وسريع. أولا هذه شماعة العذر الذي طرحته سيد رامي كان علي أنه تهريش وإخطاء، هذه شماعة أخطاء ذمة يعني قيادات كبيرة من الطائفة السنية أخوتنا من الموصل وغير الموصل في الدولة سفراء نواب ودراء تمييز وأخطاء من بأي شيء بأي ناحية، إنما هذه شماعة أدخلوا فيها هذا التنظيم ومحافظة فيها كثير من الضباط النظام السابق شكراً. ورجالات النظام السابق شكراً لك وصلت فكرتك وأنت تقول هذا رأي شخصي، هذا إذن رأيك الشخصي، تقول بأن احتضان سكان الموصل وبدعوى أنهم مضطهدون من قبل الحكومة حكومة المالكي وسياستها الطائفية، هذه كما تقول شماعة، هذا رأيك أنت. نربط الاتصال مع سيد عدي صباح إعلامي عراقي، أهلا بك زميل عدي. أهلا وسهلا زميلتي رمضان ولك ولضيوف الكرام في إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بك. قيل الكثير حول مسؤولية يعني الأهالي في السماح لداعش بالدخول، ما رأيك في هذا الكلام؟ سيد محمد الحسيني يقول بأن هؤلاء كانوا حاضنة للإرهاب، هل هذا صحيح برأيك؟ بالدرجة الأولى سبب سقوط محافظة الموصل من العام المنصرف يرجع لها هي القيادة العامة للقوات المسلحة، كان السبب الرئيسي إلى إعطاء إعادات سقوط وانسحاب الجيش من الموصل وترك سلاح عملاق جدا بيد العصابات الإرهابية. الموصل سقطت نتيجة أخطاء عسكرية ويجب أن يعترف الجميع بهذا الشيء ويتحمل المسؤول الأول عن هذه الأخطاء هي القيادة العامة للقوات المسلحة التي أعطت انسحاب خاطئ وترك السلاح للعدو والنظام من الموصل. أما بخصوص الحواضن الإرهابية كما ذكر الأخ أنه سبب حكومة المالكي كان لها السبب الرئيسي في تهميش وأقصاء أبناء الموصل من العملية السياسية وحياتهم الموجودة حاليا، أدى إلى مساعدة بعض من هذه الأهالي للسماح لداعش بالدخول إلى أرض الموصل، ليس الأغلبية تماما بحكم تواجد أنه القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية التي تركت سلاح هائل جدا سمحت للعدو بالمرور والتوغل في أماكن عديدة من الموصل وبظرف قياسي جدا أدى إلى ترك الموصل بهذه الطريقة البشعة. شكرا جزيلا لك الإعلامي عدي صباح، كنت معنا مباشرة من العراق. نقرأ عليكم أعزائي المستمعين البعض من تعليقاتكم على صفحة معكم حول الحدث على فيسبوك. محمد فوزي سعيد من مصر يكتب: المسؤول الأساسي عن سقوط الموصل هو نوري المالكي وحكومته التي يقول إنها طائفية التي قتلت الأهالي من الطائفة السنية والذين أقاموا اعتصاما للتعبير عن مطالبهم فحاصرهم وتركهم فريسة للتعامل مع داعش. ومستمع آخر من العراق يكتب أو من كردستان يكتب: السبب الرئيسي في سقوط الموصل هو أهل الموصل أنفسهم لأنهم رجعيون وقمعيون لحد الثمالة، داعش ليس إلا طريق لاحتضان القومية والرجعية الفكرية. علي الشيخلي يكتب بأن سقوط الموصل هو سقوط العراق أمنيا واقتصاديا وضاع البلاد بسبب هذه الكارثة. وثامر الجبوري أيضا مستمع يكتب: السبب الرئيسي لسقوط الموصل هو فقدان الانتماء للوطن العراق سواء كان ذلك متمثلا بالحكومة أو بالشعب.